أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اضطرار الكفار إلى أضيق الطريق هل يشمل ذلك عند قيادة السيارة فلا يسمح لهم بأن يتقدم عليه؟ لا، ليس معنى هذا أنك تضر الكافر، تحده على الهلاك وعلى الخطر، ليس المعنى هذا. معنى هذا أنه لا يكرم الكافر، لا يكرم ويقدم على المسلمين في الطريق أو يفسح له الطريق ويمنعون المسلمين لما يمر أو يقدم في المجلس، أما أنه يضايق ويضار هذا أمر لا يجوز، خصوصا إذا كان في بلاد المسلمين مستأمنا أو معاهدا، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فلا يضايق ويضر أبدا، لكن معناه أنه لا يكرم، يفسح له الطريق ويفسح ويصدر في المجلس، هذا المعنى. المعنى منع إكرامه، لا الإضرار به. نعم.